السلام عليكم. الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة الدول الست في جنيف ودور إيران في المنطقة يستحوذان على المحادثات التي يجريها وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في العاصمة الإيرانية طهران. هذا في إيران. أما في الكويت فقد أكد البيان الختامي لقمة دول مجلس التعاون الخليجي الترحيب باتفاق إيران مع الدول الغربية بشأن برنامجها النووي، إضافة إلى تضمين البيان إشارة إيجابية إلى العلاقة مع إيران. كذلك أيد البيان المشاركة في مؤتمر جنيف 2 المقترح حول الأزمة السورية. تفاصيل هذين الموضوعين سنتطرق إليها خلال الظهيرة، ولكن في البداية نتوقف مع العاصفة الثلجية أليكسا والتي تضرب المنطقة. ففي لبنان أغلقت المدارس أبوابها تحسبا للعاصفة التي أعاقت حركة المرور وسط توقعات بانخفاض كبير في درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين ومخاوف من حدوث سيول، هذا فيما كللت الثلوج قمم الجبال. العاصفة وصلت أيضا إلى الأراضي الفلسطينية حيث أغلقت المؤسسات التربوية أبوابها. ما عم نتدفع على شيء، ما في لا مازوت ولا ما في شيء. حبينا نفتح انه ما في منطقه، ما في حدا يلبي الناس هلا اللي بنقطع هون، اغلب شيء بيوقفوهم ليجنزروا، فحبينا نحن انه نكون نخدم الناس هون بس. ومن منطقة بحمدون في جبل لبنان تنضم إلينا مراسلتنا غدي غنطوس. إذا غدي أليكسا في لبنان، ضعينا في الأجواء وكيف هي الصورة لديك؟ نعم علا، نحن الآن على طريق المديرج ظهر البيدر، يعني هنا الحرارة متدنية جدا، الثلوج غطت المنطقة بشكل كامل من السيارات إلى الطرقات إلى الجبال. قبل قليل كان هناك زحمة سير خانقة تسبب فيها حادث انزلاق أدى إلى اصطدام أكثر من 10 سيارات ببعضها البعض، ولكن القوى الأمنية عملت فيما بعد على تسيير هذه الحركة. الطريق إلى ظهر البيدر يعني شبه مقطوعة باستثناء السيارات الرباعية الدفع التي تسمح لها القوى الأمنية بعبور طريق ظهر البيدر. في هذه المنطقة يعني على ارتفاع 1000 متر وبسبب كثافة الثلوج المحال التجارية أقفلت تماما والناس جميعها لازموا منازلهم، ولكننا قمنا بجولة أيضا على المناطق التي يقل ارتفاعها عن 1000 متر. هناك التقينا ببعض الناس الذين لا يزالون يتسوقون من المحال التجارية ويتبضعون الطعام والخبز تحسبا لاشتداد العاصفة التي يتوقع يعني أن تؤدي إلى تساقط الثلوج من بعد ظهر اليوم على ارتفاع 400 إلى 500 متر. ومعنا أيضا أحد سكان المنطقة المدنيين. انقطع الاتصال مع غدي غنطوس مراسلة الميادين، كانت معنا من بحمدون. ربما سنعاود الاتصال بها عبر الهاتف. غدي، هل تسمعينني الآن؟ نعم نعم علا. تفضلي. نعم أنا أسمعك. تفضلي، كان معك. يبدو أن الاتصال عاد مع غدي. إذن الاتصال معك مباشر غدي الآن، صوت وصورة، وتفضلي مع ضيفك. نعم نعم علا، معي أحد المدنيين الذين يعملوا على تجهيز السيارات بالسلاسل المعدنية. استاذ فؤاد، خبرنا يعني كيف كانت وضع السير قبل شوي والسيارات، كيف قدرتوا تجهزوها يعني؟ والله كان في عجقة كتير، مع أنه كنا عم نحمل السقة، بس أنه نمشي العالم وبيوتا بتعرف أحسن متعلى العالم أو يصير شيء اكسيدان لا سمح الله. يعني عم نتعب كتير وعم ناكل سقة مشان نمشي العالم قدر الإمكان، بس كمان في عالم منا عم تتأيد، يعني ليه سبب بصير اكسيدانات أو بصير شيء. نعم علا، يعني سنوافيكم فيما بعد بتقرير مفصل يعني تشاهدون فيه كيف يتعاطى الناس مع العاصفة الثلجية وكيف هي استعداداتهم. غدي كنت تحدثينني أن هناك يعني مشكلة. نعم. في التنقل، يعني كيف الناس، حال الناس، كيف يؤمنون مستلزماتهم، كيف يؤمنون أدواتهم وتموين، يعني خاصة فيما يتعلق بالمأكول. نعم. أو المأكولات في هذه الحالة أو أدوات التدفئة. نعم. كيف هي حال الناس؟ ضعينا أكثر في هذه الصورة.
نعم، في المناطق الجبلية يعني مثل المنطقة هنا حيث أنا موجودة بمنطقة المديرج على طريق دهر البيدر، يعني الارتفاع هنا يزيد عن 1000 متر، المحال مقفلة، والناس علمنا أنهم منذ أمس وقبل يعني الأيام القليلة الماضية قاموا بتأمين مستلزماتهم، طبعا ما عدا الفقراء، لأنه صادفنا على الطريق مثلا عدد كبير من الفقراء، امرأة ومعها طفل يعني تحدثت عن أزمة المازوت وكيف أنه لا يملكون وسائل للتدفئة في منازلهم ويكتفون فقط بالبطانيات يعني بما هو متوفر. على المناطق الجبلية الأقل ارتفاعا يعني بعض المحال التجارية لا تزال مفتوحة ولا يزال الناس يقومون بتأمين مستلزماتهم قبل اشتداد العاصفة علا. غادي غنطوس مراسلة الميادين، كنت معنا من منطقة بحمدون في جبل لبنان، شكرا جزيلا لك. أنتقل إلى المقدم جوزيف مسلم، ينضم إلينا من بيروت وهو رئيس شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي المقدم. إذن جوزيف مسلم أهلا وسهلا بك معنا في نشرة الأخبار سيادة المقدم. يعني بداية فلنتحدث عن أليكسا اليوم وماذا عن تداعياتها على الأرض في لبنان. حتى اللحظة يعني يعني أكيد الطبيعة قوية كثير، ولكن كعاصفة بهالوقت طبيعية جدا حتى هذا اللحظة من بدون أي عوائق. في بعض قطع الطرقات، عم بيكون في إرشادات، التحذيرات اللي كانت مع الإدارات ووسائل الإعلام، إرشادات اللي كانت حقيقة عملت فعلا بين المواطنين، ما في مشاكل تذكر إلا بعض الاتصالات الاستغاثي يعني لا يعد على الأصابع اليد، وتم إنقاذهم. أما ما تبقى يعني الارشادات، يعني نطلب من المواطنين استكمال التقيد بارشادات قوى الامن الداخلي. وبهمنا كمان الرقم النجدي، بنذكر فيه الرقم النجدي 112 عند اي حصول اي طارئ فورا الاتصال على هذا الرقم. وايضا سبب اخر هو عند سلوك طريق جبليه كمان اتصال على ال 112، وهذا الشيء حاليا اللي عم بصير، اتصالات على يعني هذا الرقم على معظم الاراضي، على كل الاراضي اللبنانيه، وفي اتصالات كثير كبيره عند المواطنين او الاجانب يلي بدهم ينتقلوا برا من خلال نهر البيدر، عم يكون في كثير اتصالات لا سيما الشاحنات والنقل التجاري عبر هذه الطريق. سياده المقدم، في حال ما ازدادت هذه العاصفه من حدتها، يعني هل من خطط وضعت مسبقا لهذه العاصفه أليكسا قبل وصولها الى لبنان، وماذا عن الامكانيات المتوفره اليوم لدى قوى الامن الداخلي؟ نحن تجهيزنا، تجهيزاتنا او عديدنا 100% جاي، يعني كل القطاعات العملية على الأرض، كل العناصر 100% ساحلا وجبلا، تنكون حد الناس، تنساعد الناس، تنساعد أي يكون قريبين جدا، نوصل تكون أول بأسرع وقت نوصل لحد أي مواطن بيطلب الاستغاثة لقوى الأمن الداخلي. ومثل ما قلت صارت كذا حادثة، لا سيما بنقول إنه امبارح الساعة 11 مساء في 3 سيارات انقطعوا بفرز بيان، تم إنقاذهم بسرعة، واليوم صباحا كان يعني في اتصال لل 112 كمان علقت سيارته، توجهت المجنزره الثلجيه لقوى الامن الداخلي وتم انقاذ السياره. يعني هون وهالسيارات بين هلالين ما تايدوا بارشاداتنا، يعني قاموا بعمليه التشفيط على الثلج بقنوات معينه، بالاضافه لمواطن اخر بنيحه بالزحله كمان اتصل على 112 وكمان اتصلنا معه للمواطن. إذا أهم شيء هو التقيد بإرشادات قوى الأمن الداخلي، وفي حال حصول أي طارئ الاتصال على الرقم 112 غرفة الطوارئ. سيادة المقدم جوزيف مسلم رئيس شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي، كنت معنا عبر الهاتف من بيروت، شكرا جزيلا لك. ومن بيت لحم أيضا ينضم إلينا مدير مكتب الميادين في فلسطين ناصر اللحام للوقوف أكثر على أجواء أليكسا في فلسطين. ناصر تفضل. نعم، أمطار متواصلة منذ منتصف الليلة الماضية، رياح وصلت سرعتها إلى 50 كيلومتر في الساعة، تعطيل للمدارس والجامعات وغرق عدة منازل في قطاع غزة والضفة الغربية وانقطاع المواصلات، سيول تقطع الطريق في طوباس والأغوار إلى جانب استنفار السلطات المحلية والبلديات لأن بلادنا ليست مؤهلة للثلوج. حد وصل الأمر أن وزير الداخلية الفلسطيني الدكتور سعيد أبو علي ترأس اجتماعا للجهات الرسمية لمتابعة المنخفض. اللافت للانتباه تنسيق أجراه الارتباط المدني في الخليل لتعاون إسرائيلي فلسطيني لمواجهة المنخفض، حيث أن جبال الخليل وعلى جبل فيها جبل حلحول يصل ارتفاعها إلى 1000 متر. المنخفض جاء فجأة إلى فلسطين بعد خريف حار يشبه الصيف، لذلك ترى الناس يلجؤون لارتداء الملابس الثقيلة بحيث اختلفت أشكالهم وأوزانهم في الشوارع. الجميع ينتظر الجنرال الأبيض في الساعات القادمة، ولو أن أحدا يقول لطفل في فلسطين
أن الثلج لن يأتي لرجمه بالحجارة. طيب ناصر، ماذا عن حركة المرور؟ ماذا عن المدارس؟ ماذا عن المحال التجارية؟ ماذا عن تنقل الناس والتبضع لهذه لتموين تعطلت بالكامل. وزارة التربية والتعليم أصدرت في فلسطين بأنه غدا أيضا تعطل المدارس. معظم الجامعات بشبه كامل لم تذهب إلى الدوام الجامعي. واضح تماما إقبال شديد عند الناس على الخبز والمقتنيات الخاصة خشية أن تتقطع بهم السبل. البلديات أعلنت استنفارها الكامل بإمكانياتها البسيطة. هناك الكثير من الشوارع التي يتحكم فيها الاحتلال، لكن حتى في هذه اللحظات التي يحتاج فيها الفلسطينيون إلى المساعدة تراهم لا يتدخلون. لذلك البلديات الفلسطينية جاهزة حتى إلى مناطق سيل التي لا تخضع لسيطرتها. الخشية، كل الخشية من مناطق الأغوار والبحر الميت، لأنه الفرق بين جبال الضفة الغربية والبحر الميت يصل إلى ما بين 1000 متر فوق سطح البحر إلى ناقص 470، وبالتالي مسافة كبيرة. السيول تكون بسرعة السيارة. لذلك التحذيرات دائما لسكان المناطق المنخفضة أن ينتبهوا إلى المنخفض القادم. ناصر اللحام، مدير مكتب الميادين في فلسطين، كنت معنا عبر الهاتف من بيت لحم، شكرا جزيلا لك. أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن اتفاق جنيف بين إيران والدول الست قد يمهد لاتفاق نهائي. لافروف وفي مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في طهران أكد أهمية انعقاد مؤتمر جنيف 2 بشأن سوريا، وشدد على ضرورة حضور إيران لقدرتها على أداء دور إيجابي في حل الأزمة السورية. أكدنا حق إيران في استخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية، وسنبذل جهدنا للانتقال إلى الخطوة النهائية لحل أزمة النووي، وأكدنا ضرورة التعاون المستمر على الصعيد الإقليمي. أما الحل في سوريا فعن طريق جنيف 2، وحضور إيران مهم جدا في المؤتمر. إيران من بين الدول التي سيكون موقفها مؤثرا جدا، ويجب ألا يتدخل أحد في محادثات السوريين، ونحن نشدد على أن لجميع الطوائف والمذاهب حقوقا متساوية في سوريا. وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف دعا من جانبه الجميع إلى المساعدة على عقد جنيف 2، مؤكدا أن لا حل عسكريا للأزمة السورية. التعاون بين طهران وموسكو من شأنه أن يعزز السلم في المنطقة. اتفاق جنيف بين إيران والدول الست كان ثمرة المباحثات مع روسيا وباقي الأطراف. أما بالنسبة إلى سوريا فإن مؤتمر جنيف 2 سيحدد خارطة الطريق التي ستضع حدا للعنف فيها، والجميع متفقون على أن الحل السياسي هو الأساس في القضية السورية. وينضم إلينا موفدنا إلى طهران عبد الله شمس الدين. أهلا بك عبد الله. يعني بداية، بعد لقائه ظريف، هل التقى لافروف بالرئيس الإيراني حسن روحاني؟ نعم، على الوزير الخارجية الروسي التقى رئيس الجمهورية الإسلامية في إيران حسن روحاني، واللقاء انتهى قبل حوالي ربع ساعة، وبذلك يكون لافروف قد أنهى لقاءاته هنا في طهران. طبعا الاجتماعات التي حصلت صباح اليوم في مبنى وزارة الداخلية بين الوفد الإيراني برئاسة محمد جواد ظريف والوفد الروسي برئاسة سيرجي لافروف كان هاما جدا. كان من المفترض أن يعقد مؤتمرا صحفيا، أن يعقد مؤتمر صحفيون عند الساعة 12 بعد أن عقد الاجتماع قرابة 11، إلا أن هذا المؤتمر أرجئ ساعة ونصف الساعة، وبالتالي الاجتماع استمر إلى أكثر من ساعتين ونصف الساعة، وهذا يعني بأنه تناول العديد من القضايا الهامة المشتركة بين الجانبين. وهذا ما ظهر خلال المؤتمر. هذا ما ظهر خلال المؤتمر الصحفي. نعم، تفضل أكمل. هذا ظهر خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الجانبان بعد الاجتماعات المشتركة، والذي وتحديدا في الملف السوري، حيث وجه الجانبان رسائل عديدة، إن لم نقل شروط فيما يتعلق بمؤتمر جنيف 2. تحديدا لافروف الذي قال بأن لا حل للأزمة السورية إلا عبر مؤتمر جنيف 2، هذا أولا. ثانيا، يجب أن تشارك إيران في هذا المؤتمر كونها لاعب أساسي ودولي وأقليمي في المنطقة. ثالثا، يجب أن لا يتدخل أحد
الحد في الحوار ما بين السوريين في اجتماع جنيف، ورابعا يجب أن تشارك جميع الأطياف السورية، وهو ذكر أيضا جميع الطوائف السورية أكثر من مرة في هذا الاجتماع، وخامسا وهنا الأهم وهو مساعدة جميع الدول على انعقاد مؤتمر جنيف 2، لأنه جاء هذا المؤتمر عبر قرار دولي، ومن يقف في وجهه كأنه يقف في وجه الاجتماع الدولي حول هذا القرار، وهنا هو يغمز من قناة المملكة العربية السعودية دون أن يسميها، لأن أصلا الجواب جواب لافروف جاء ردا على سؤال لصحفي روسي كان سأل عن دور السعودية في تأجيل هذا الاجتماع أو في عرقلته. طيب عبدالله، هل يعني رشحت أي نقاط أو معلومات واضحة من اجتماع لافروف روحاني أو نقاط واضحة؟ يعني النقاط الواضحة فيما يتعلق بالملف السوري هي ضرورة انعقاد مؤتمر جنيف 2 بالشروط والنقاط التي ذكرتها. أما فيما يتعلق بالملف المرتبط الملف النووي تحديدا، لأنه كان ملفا أساسيا في الاجتماعات بين الجانبين، كان هناك طلب وقرار روسي إذا صح التعبير ذكرهما لافروف. الطلب هو أن تشارك جميع الدول التي وقعت اتفاق جنيف، أي الدول، أي إيران والدول 5+1، أن تشارك في تسهيل عملية تطبيق هذا القرار، هذا الاتفاق واقعيا على الأرض، لا سيما في الاجتماعات التي تجري حاليا في فيينا. والقرار هو أن روسيا ستواصل تعاونها النووي مع إيران في جميع الأطر، وتحديدا ربما في بناء مفاعلات نووية جديدة. هناك نقطتان أساسيتان أيضا ومهمتان ذكرهما لافروف وظريف خلال اجتماعهما في المؤتمر وخلال المؤتمر الصحفي. الأول يتعلق حول أفغانستان. لافروف تحدث عن تعاون مشترك ما بين إيران وروسيا سيتم في أفغانستان، ونحن نعلم بأن القوات الأمريكية ستغادر أفغانستان خلال العام المقبل، وأن الرئيس الأفغاني كان في إيران قبل يومين ووقع معاهدة مهمة مع إيران، جزء منها هو عسكري، اتفاق عسكري وأمني ذكر بأنه كان هام جدا. النقطة الثانية المهمة أيضا هي وأيضا ذكرها لافروف هي انعقاد مؤتمر قريب لدول بحر قزوين، وهي 5 دول طبعا، إيران وروسيا من بينهما، ولهذا الاجتماع أهمية اقتصادية وسياسية وأمنية هامة، خاصة إذا ما تحدثنا عن أن هذه الدول الخمس تضم أكثر من 250 مليون نسمة. عبد الله شمس الدين، موفد الميادين إلى طهران، شكرا جزيلا لك. رئيس لجنة الأمن القومي وسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني علاء الدين بروجردي رأى أن مشاركة دول الخليج في المفاوضات النووية أمر غير وارد، وتعليقا على مطالبة قطر والسعودية بإشراك مجلس التعاون في المفاوضات، قال أن الدول الخليجية لا تملك قوة نووية ولا يمكنها التأثير من الناحية القانونية والحقوقية في المفاوضات. وسط هذه المواقف، أقنع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري مجلس النواب الأمريكي بعدم فرض عقوبات جديدة على إيران. كيري أكد أمام لجنة شؤون الخارجية في مجلس النواب أن خيار فرض العقوبات وتوسيعها لا يزال واردا إذا لم تلتزم طهران اتفاق جنيف. أنا لا أريد أن أعطي الإيرانيين عذرا صريحا للاستهانة بالاتفاق، ذلك قد يقود شركاءنا ليعتقدوا بأننا لسنا وسيطا نزيها. أنا لا أقول أبدا، إذا لم تسر الأمور على ما يرام سنعود إليكم ونطلب المزيد، إنما أنا أقول ليس الآن. دعوني أكون واضحا، إنها لحظة دبلوماسية دقيقة، ولدينا فرصة لحل سلمي لأكثر القضايا المقلقة التي يواجهها العالم مع تداعيات ضخمة للصراع المحتمل. نحن أمام مفترق طرق وأمام نقطة مفصلية في التاريخ. سفير إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية رضا نشفي أعلن إحراز تقدم في المحادثات التي مددت يوما إضافيا على مستوى الخبراء بين طهران والدول الست بخصوص تطبيق الاتفاق النووي في فيينا. نشفي أوضح أن تمديد الاجتماع يرمي إلى وضع التفاصيل الجوهرية لتطبيقه. رحب قادة دول مجلس التعاون الخليجي في البيان الختامي للقمة 34 في الكويت باتفاق جنيف بين إيران والقوى الغربية بشأن برنامج طهران النووي. البيان الختامي للقمة الذي تلاه الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني أكد أيضا دعم خيارات الشعب المصري.
رحب المجلس الأعلى بالاتفاق التمهيدي الذي وقعته مجموعة 5+1 مع إيران في 24 نوفمبر 2013 في جنيف، باعتباره خطوة أولية نحو اتفاق شامل ودائم بشأن البرنامج النووي الإيراني، ينهي القلق الدولي والإقليمي حول هذا البرنامج، ويعزز أمن المنطقة واستقرارها، ويسهم في إخلائها من كافة أسلحة الدمار الشامل بما فيها الأسلحة النووية. وأكد المجلس الأعلى على أهمية التنفيذ الدقيق والكامل لهذا الاتفاق بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفي الموضوع السوري، شدد البيان على ضرورة المشاركة في جنيف 2 بشأن الأزمة في سوريا. أكد المجلس الأعلى على أهمية المحافظة على سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها، ودعمه لقرار الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية باعتباره الممثل الشرعي للشعب السوري المشاركة في مؤتمر جنيف 2، بما يؤدي إلى تشكيل حكومة انتقالية سورية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة وفقا لبيان جنيف 1 في 30 يونيو 2012، مؤكدا أن أركان النظام السوري الذي تلطخت أيديهم بدماء الشعب السوري يجب أن لا يكون لهم أي دور في الحكومة الانتقالية أو مستقبل سوريا السياسي. في الشأن السوري، أعلن المتحدث باسم السفارة الأمريكية في تركيا تعليق واشنطن كل المساعدات غير القتالية إلى شمال سوريا. المتحدث أشار إلى أن القرار جاء على خلفية استيلاء مقاتلي الجبهة الإسلامية على مقر المجلس العسكري الأعلى التابع للمعارضة وعلى مخازنه في مناطق الشمال السوري. ميدانيا، أكدت لجان التنسيق تعرض يبرود آخر معاقل المعارضة المسلحة في القلمون تعرضت لقصف عنيف بالمدفعية والطائرات خلال الساعات القليلة الماضية. يأتي ذلك في وقت بدأ فيه الجيش السوري استعداداته من أجل إعادة السيطرة على يبرود بعد إحكام السيطرة على النبك، وفق مراسلة الميادين. ما هي أهمية بلدة يبرود الاستراتيجية؟ تفاصيل مع زهراء الديراني. السلام عليكم. يبرود آخر معاقل المسلحين في القلمون، يستعد الجيش السوري للبدء بعملياته العسكرية فيها بعد سيطرته على النبك، كبرى مدن القلمون في ريف دمشق الشمالي. الوحدات الصاروخية والمدرعة دكت مزارع ريما ومواقع في مدينة يبرود ومحيطها بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ التي استهدفت مواقع للمعارضة. يبرود تقع شمال دمشق ب80 كيلومترا. أهم ما يميزها أنها قريبة جدا من الحدود اللبنانية، فهي تصل ريفي دمشق الشمالي وحمص الجنوبي بهذه الحدود. كذلك تقع قبالة بلدة عرسال اللبنانية التي تمثل ملجأ للنازحين السوريين والمسلحين. في المدينة حاليا أكثر من 50,000 مدني، كما أعلنت المجموعات المسلحة قبل أيام نقل راهبات معلولة إليها. قبل الأزمة كانت هذه المدينة مركزا صناعيا يضم الكثير من المعامل، وكانت أيضا من أهم مراكز التهريب، وحاليا هي ممر أساسي للسلاح والمسلحين عن طريق المعابر غير الشرعية المتصلة بسلسلة جبال لبنان. أبرز المجموعات المسلحة المنتشرة في يبرود موالية لجبهة النصرة وتنظيم داعش، كما تنتشر فيها حركة أحرار الشام وهي فصيل تابع للجيش الحر. المجموعات المسلحة اتخذت من يبرود مركزا لتفخيخ السيارات. المصادر أكدت أن معظم السيارات التي ترسل إلى دمشق وإلى بعض المناطق السورية وإلى لبنان تفخخ في هذه المدينة، حيث يعمل فيها مصنع متخصص في إخفاء كميات كبيرة من المتفجرات في سيارات تصنع مخابئها بدقة وحرفية. إذن أعداد كبيرة من المسلحين تجمعت في هذه البلدة. تقول المصادر إنهم يستعدون لآخر المعارك في بلدات القلمون وقراها، حيث إنه لا مجال للانسحاب بعد الآن، فالجبال من ورائهم والجيش السوري من أمامهم، ولهذا ستكون المعركة في يبرود هي الأشرس. هذا كان كل شيء. عودة الآن إلى متابعة النشرة. ومن دمشق تنضم إلينا مراسلتنا ديما نصيف. ديما، يعني بداية، ما جديد المعارك وتطورات الميدانية خاصة في منطقة يبرود؟ ولن ننسى أن هناك عامل إضافي اليوم وهو عامل الطقس والعاصفة، بالتالي كيف يؤثر هذا على التحرك الميداني؟ تفضلي.
نعم علا، في الحقيقة أن المعركة في يبرود لا تزال حتى الآن هي في مزارع ريما، وهي المزارع التي تفصل منطقة يبرود عن منطقة نبك، وأيضا متاخمة للطريق الدولي. هناك رماية للجيش السوري من خلال المدفعية، ومن أجل أولا إرباك حركة المسلحين، وأيضا بالتالي دفعهم إلى مكان متقدم وهو وبعيد عن الطريق الدولي. أيضا يعني العاصفة لم تصل إلى سوريا كما وصلت إلى غيرها من البلدان، لا تزال الأمور حتى الآن معقولة، ولكن طبعا هناك انخفاض شديد في درجات الحرارة إلى جانب وجود أمطار غزيرة في أكثر المناطق السورية. ربما يكون الوضع أصعب عليه في الأيام المقبلة، خاصة أنه من المتوقع أن تصل إلى سوريا يوم غد أو حتى بعد غد وتستمر لعدة أيام. طبعا هذا يصعب من المعركة، لكن بالمقابل تتحدث دائما المصادر العسكرية بأنه لطالما أن ساحات المعارك تجري في أماكن شبه خالية من السكان كجرود يبرود وأيضا مزارع ريما، وهي مزارع يعني تقع على يعني على تخوم البلدة حيث يسكن المدنيين. طبعا إذا لم يضطر الجيش لفتح معركة واسعة في المدينة نفسها، ولكن هذا يسهل ربما قليلا، لأن الجيش في هذه الحالة يستفيد من تفوقه الناري ومن رمايات المدفعية على هذه الأماكن التي تشكل معقلا أساسيا للمسلحين في منطقة يبرود، والتي لابد من من إحكام السيطرة عليها قبل الانتقال، إذا يعني ما أراد الجيش الانتقال إلى يبرود البلدة. ولكن هناك أيضا اليوم مستجد ميداني، كان في دخول مجموعات تابعة للواء الإسلام وللنصرة إلى منطقة عدرة العمالية، هي طبعا منطقة تقع شمال شرق العاصمة دمشق، وهي تحوي حوالي 100,000 عائلة نازحة من مناطق ساخنة كدومة وزملكة وعربين. دخلت هذه المجموعات إلى هذه المنطقة المليئة بالمدنيين، وكما علمنا لم نستطع أن نصل إلى مصادر عسكرية لتؤكد لنا أو لتروي لنا ما الذي يحدث بالضبط، ولكن كما علمنا من بعض المصادر الخاصة من هناك وأيضا من مواقع التواصل الاجتماعي بأن الوضع سيء جدا، وبأن المدنيين اضطروا إلى النزول إلى أقبية هذه الأبنية، وبأن المسلحين قد تمركزوا في أكثر وغالبية البيوت التابعة لهذه المدينة. هي مدينة كانت لعمال منطقة عدرا، وهي مدينة يعني سكنية أو هو مشروع سكني بالأحرى متاخم للمدينة الصناعية، أكبر المدن الصناعية في محيط دمشق. طبعا وأيضا علمنا بالمقابل أنه ربما تمكن المسلحون أيضا من قطع أجزاء أو تهديد الطريق الدولي من جهة عدرا. طبعا هذه استراتيجية يتبعها المسلحون في كل مرة يعني يتمكن الجيش السوري من التقدم في منطقة ما، ولكنه يحاولون ايضا فتح جبهات جديده من يعني في جبهات جديده للمعارك في محيط دمشق، سواء في ريفها او حتى في الغوطه الشرقيه. ديما نصيف مراسله الميادين، كنت معنا مباشره من دمشق، شكرا جزيلا لك. قائد الحرس الثوري الايراني محمد علي جعفري يؤكد في مؤتمر صحفي ان طهران مستمره في دعم الحكومه السوريه. الأمريكيون حاولوا بسط نفوذهم في سوريا، لكن اليوم أوضاع هذا البلد جيدة. صحيح أن بعض المناطق تسيطر عليها المعارضة، لكن الأوضاع متجهة نحو الأفضل. لسنا قلقين، الأعداء فهموا وهم يتراجعون عن مواقفهم شيئا فشيئا، ونحن نقدم ما بوسعنا للحفاظ على سوريا ونفتخر بذلك، لأن سوريا هي الخط الأمامي للمقاومة ومساعداتنا هي استشارية لحكومة قانونية. في الاحتفال باليوم العالمي لإعلان حقوق الإنسان الذي أقامته الجمعية العامة للأمم المتحدة، لم تلقي مجموعة آسيا والمحيط الهادي كلمتها بعد تعطيل بضع دول النصاب نظرا إلى ترأس سوريا المجموعة. لم يكن العيد العالمي لإعلان حقوق الإنسان هذا العام كسابقيه من الأعياد التي تقام مرة كل 5 سنوات منذ 62 عاما. في هذا اليوم خسرت آسيا والمحيط الهادي كلمتها بسبب إسقاط بضعة دول من داخل المجموعة النصاب عنها. بالصفة رئيسا لمجموعة آسيا والمحيط الهادي عن شهر ديسمبر، أبلغ هذا الجمع المتميز أن الرئيس لن يتمكن من إلقاء كلمة في هذا الحدث التاريخي بسبب غياب النصاب في مجموعتنا. المجموعات الأخرى جميعها ألقت كلماتها، لكن نافي بيلاي
المفوضة السامية لحقوق الإنسان غابت عن المناسبة لأول مرة أيضا بسبب وجودها في جنوب أفريقيا لتقديم التعزية بوفاة الزعيم نيلسون مانديلا. مانديلا نفسه حصل على نفس هذه الجائزة لحقوق الإنسان التي نمنحها اليوم بعد 15 عام من حصوله عليها عام 88. وزعت الجوائز لشخصيات إنسانية من 6 دول، وكانوا بايرام داه عبيد من موريتانيا لمحاربته الرق، والسيدة أبوك من كوسوفو لمساندة حقوق المعوقين، وليزا كوبينين الفنلندية لدفاعها عن حقوق الصم، وخديجة رياضي المغربية للدفاع عن حقوق المرأة، ومحكمة المكسيك العليا لفرضها الدستور وتفسيره، ومالالا يوسف زاي الباكستانية لدفاعها عن حق المرأة في المعرفة. اليابان، السعودية، قبرص وقطر أبت إلى أن تجعل من هذه المناسبة الجامعة الإنسانية موضوعا سياسيا، فهل تتكرر هذه المقاطعة في كتل جغرافية أخرى في المستقبل؟ نزار عبود، الأمم المتحدة، نيويورك، الميادين. رفض سعد الحريري رئيس الحكومة اللبناني السابق تلميحات السويدي أستروم المحقق الدولي في قضية اغتيال والده رفيق الحريري حول تورط اللواء وسام الحسن الرئيس السابق لفرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي في العملية. الحريري وصف في بيان له هذه الاتهامات بالترهات، لافتا إلى أن لجنة التحقيق الدولية أثبتت عدم صحتها قبل 3 سنوات بعدما بثتها قناة كندية، وقال إن الحسن الذي اغتيل أيضا أواخر العام الماضي لم يكن في عداد موكب والده لدى استهدافه لأسباب واضحة وشفافة وثابتة وفق تعبيره. في مصر دارت اشتباكات بين طلاب الإخوان ومعارضيهم في كلية تجارة الأزهر وأمام كلية التربية. تجمع عدد من الطلاب من مؤيدي جماعة الإخوان للتنديد بالاشتباكات التي شهدتها الجامعة على مدار اليومين الماضيين. كذلك توعدت طالبات في الأزهر من مؤيدي الإخوان المسلمين بالرد على قوات الأمن بمفاجأة مدوية بحسب قولهن. للمرة الثانية تنحت هيئة محكمة جنايات القاهرة عن النظر في قضية أحداث مكتب إرشاد الإخوان المسلمين لعدم انتظام المحكمة. المحكمة ربطت قرارها أيضا بعدم قدرة القاضي على النظر في القضية التي يحاكم فيها المرشد السابق للإخوان محمد بديع ومسؤولين آخرين في الجماعة، ويواجه هؤلاء تهم التحريض على ارتكاب جرائم قتل والشروع في قتل المتظاهرين. وقد أرسلت القضية إلى محكمة الاستئناف لتكليف هيئة قضائية أخرى متابعتها. وفد شعبي مصري في طهران هو الأول بعد ثورة 30 من يونيو. الوفد يضم 40 شخصية من مختلف التيارات والنخب المصرية، وقال أعضاؤه أن رسالة الزيارة هي التأكيد على ضرورة تعزيز العلاقات الإيرانية المصرية وجعلها طبيعية بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين والمنطقة. هذا العمل الشعبي لابد أن يتكامل مع العمل الرسمي، وأعتقد أن زيارتنا هذه هي مجرد خطوة أولى سيتبعها خطوات، وسوف نعود إلى مصر ونحن محملين أيضا برسائل من الشعب الإيراني إلى الشعب المصري ومن النظام الإيراني إلى النظام المصري. زارت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي فيكتوريا نولاند ساحة الاستقلال في كييف حيث يحتشد المتظاهرون المناهضون للحكومة. وذهبت نولاند للقاء زعماء 3 أحزاب معارضة رئيسية. أما كاثرين أشتون مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فمن المقرر أن تلتقي اليوم بالرئيس يانكوفيتش بالعاصمة كييف. إلى ذلك أكد رئيس الوزراء الأوكراني نيكولاي أزاروف أن القوى الأمنية لن تستخدم القوة ضد المتظاهرين السلميين. ومن العاصمة الأوكرانية كييف ينضم إلينا الدكتور المحاضر في جامعة كييف الوطنية الدكتور قاسم الصباغ. دكتور أهلا بك معنا في نشرة الظهيرة. يعني وزير الداخلية الأوكراني قال لا لتفريق المتظاهرين بالقوة وأيضا لا لعرقلة الحياة الطبيعية في كييف. المعارضة تطالب برحيل القادة فيكتوريا نولاند وكاثرين أشتون في كييف. ماذا يجري وإلى أين تتجه الأزمة؟ نعم الأمور تتجه إلى المزيد من التدهور وعدم الرؤية الواضحة
بعد أن نجحت المعارضة الأوكرانية أو بالأحرى الترويكا الحزبية المعارضة على الأرض أي ياتسينيوك كليتشكو وتياجين بوك مع مساندة ودعم من رئيس الوزراء السابق يوليا تيموشينكا من سجنها وعدد من الكتل النيابية المعارضة برسم بعد أن نجحوا برسم خطوط حمراء عريضة نرى نحن كمراقبين على أنها ما يشبه شتاء أوكراني ملتهب 2013-2014 تلك الخطوط مفادها واحد ممنوع المس بالمعتصمين على الأرض مهما كان السبب طيب يحكى في هذا السياق دكتور عن صفقة تعوض أوكرانيا الخسائر الروسية هل لديك أي معلومات أو تضعنا فيما يحكى حول هذا الموضوع وبالتالي كيف يمكن تعويض أوكرانيا هذه الخسائر لا 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 حديث عن صفقة إنما صراع محاور فالخطوط الحمراء التي وضعت هي بداية لمشروع أو تقسيم لأوكرانيا أو مشروع حرب أهلية لا أدري خواتيم الأمور نجحوا فعلا برسم خطوط جدا عريضة وممنوع المس بها كممنوع المس المعتصمين على الأرض مهما كان السبب يعني حق الاعتصام يضمنها الدستور طيب ولكن لم تعد القضية دكتور قضية متظاهرين بقدر ما قيل أنه أصبحت القضية قضية دولية وصارت أزمة كبيرة ليست فقط متعلقة بالسياسة الداخلية في أوكرانيا القضية هي دولية منذ 2004 يعني منذ الثورة البرتقالية يعني لا جديد إنما الاختناق في الحالة السياسية الأوكرانية موجود منذ فترة تولي الحكم الرئيس فيكتور يوشينكو أعود أكمل الفكرة لأن هذه الفكرة هي تفضل ما يحدث الآن ممنوع المس بالمعتصمين وهذا استطاعت أن تجسده المعارضة باجتذاب نقول السياسيين الأوروبيين والأمريكيين إلى الميدان ونرى نحن هذا الميدان والتسميات الروسية ميدان أصبح يشبه الميادين العربية فنجحت إلى حد كبير استقطاب المجتمع الأوروبي والدولي الشرط الثاني وهو عدم توقيع اتفاقية الشراكة مع أوروبا ثمنه هو استقالة الحكومة الحالية وانتخابات مبكرة مع العلم أن مدة ولاية الرئيس الحالي حتى 2015 نعم دكتور الدكتور قاسم الصباغ دكتور محاضر في جامعة كييف الوطنية كنت معنا من كييف عبر الهاتف شكرا جزيلا لك يسجى جثمان المناضل الجنوب أفريقي الراحل نيلسون مانديلا في مبنى الحكومة في بريتوريا حيث سيتسنى لمحبيه ولمدة أيام ثلاثة إلقاء النظرة الأخيرة عليه موكب جثمان انطلق صباحا من المستشفى العسكري تتقدمه دراجات نارية وجاب شوارع العاصمة على مدى ساعة ومن المقرر أن يدفن مانديلا في 15 من الجاري في بلدته كونو في الكاب الشرقي تناولت الصحف الأجنبية خبر مصافحة الرئيس الأمريكي باراك أوباما والرئيس الكوبي راول كاسترو في حفل تأبين مانديلا حيث احتل الخبر صفحات الكثير من الصحف العالمية بعضها رأى أنه حدث عادي والبعض الآخر قال إن أوباما خطط له مصافحة تاريخية بين رئيس الولايات المتحدة باراك أوباما والرئيس الكوبي راول كاسترو خرقت حفل تأبين الزعيم التاريخي نيلسون مانديلا وخلقت جوا من البلبلة الإعلامية احتل الخبر الصفحات الأولى والعناوين الرئيسية للكثير من الصحف العالمية صحيفة هافينغتون بوست الأمريكية رأت أن المصافحة لا تحمل أي دلائل بالرغم من أهمية الحدث وخصوصا أن أمريكا تقاطع كوبا منذ عقود لكنها ستظل لفتة تافهة إلى أن تجري تلك المصافحة في هافانا أو في واشنطن أما صحيفة الاندبندنت البريطانية فقالت إن الحادثة تحية دبلوماسية فقط حيث وجه أوباما الكثير من الانتقادات إلى الرئيس الكوبي في كلمته من دون ذكر اسمه هل حاول أوباما الإشارة إلى جهود جديدة تبذلها الحكومة الأمريكية للتوصل إلى تسوية مع كوبا؟
سؤال وجهته صحيفة نيويورك تايمز وسلطت الضوء على حديث أوباما عن الحاجة إلى الثقة والمصالحة والتسامح. مسؤولون في البيت الأبيض حذروا من إعطاء معنى كبير لمصافحة أوباما وكاسترو، كلام نقلته صحيفة الـLA تايمز التي قالت إنه حين أقدم أوباما على هذا الفعل كان يجب أن يعلم أنه صافح رجلا لطالما عده إرهابيا. ربما لم يعلم أوباما أن مصافحة زعيم ثوري ستثير جدلا على مستوى العالم، فهل تقصد أوباما مد يده لمصافحة كاسترو؟ جواب يبقى رهن الأيام المقبلة. مشاعر الحزن والتقدير التي أبداها المسؤولون الإسرائيليون لغياب مانديلا كانت مفارقة لكون إسرائيل تمثل نموذجا لنظام الفصل العنصري الذي حاربه مانديلا. منال إسماعيل والتفاصيل. غياب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والرئيس الإسرائيلي شمعون بيريس عن مراسم تشييع نيلسون مانديلا أثار نقاشا واسعا في إسرائيل حول أسباب وخلفيات هذا الغياب، لكن نقاشا من نوع آخر أثارته العبارات الدافئة التي رثى بها الرجلان مانديلا. فنتنياهو قال عنه إنه كان من الأشخاص الذين يقتدى بهم في عصرنا، أما بيريس فوصفه بأنه رجل واحد أضاء عالما كاملا. عبارات الثناء هذه وغيرها على مواقف وسلوك مانديلا المناهضة للعنصرية تزامنت مع إقرار الكنيست قانونا ينص على السماح بسجن المهاجرين الأفارقة عاما كاملا دون محاكمة، قانون وصفه معارضون داخل الكنيست بالعنصري الذي يسري على مانديلا أيضا لو ضبط في إسرائيل. كلام بيريس ونتنياهو استفز حتى بعض المراقبين في إسرائيل الذين رأوا أن لا حق لهما في تأبين مانديلا الذي قال في يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني في الرابع من كانون الأول ديسمبر عام 1997: نحن نعلم أن حريتنا ليست كاملة من غير حرية الفلسطينيين. لكن المفارقة الأكثر أهمية تتعلق بأن إسرائيل كانت الدولة الوحيدة التي دعمت نظام الأبرتهايد الذي كان مسؤولا عن سجن مانديلا 27 عاما وعن عذابات شعبه، حتى أن إسرائيل اختارت أحد رموز الفصل العنصري رئيس الكنيست يولي أدلشتاين المقيم في إحدى مستوطنات الضفة الغربية المحتلة ليمثلها في حفل تأبين رمز الصراع ضد الفصل العنصري. أهلا بكم. 16 مليون شخص مهددون بالجوع في ساحل القارة الأفريقية. مسؤول بارز في الأمم المتحدة عزى الأمر إلى الصراعات القبلية وإلى الزيادة السكانية السريعة. أحداث العنف في شمال نيجيريا وشمال مالي وأفريقيا الوسطى تسببت في نقص الطعام وارتفاع أسعاره في منطقة السافانا. مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية قال إن تباطؤ الاقتصاد العالمي إضافة إلى انشغال الدول الكبرى في الحروب زاد صعوبة جمع الأموال من الجهات المانحة، لذلك جرى تحصيل 58% فقط من المبلغ المطلوب للعام الجاري. مصر تسعى إلى إنجاز حزمتي التحفيز الاقتصادي قبل منتصف العام المقبل. وزير التخطيط المصري أشرف العربي قال إن بلاده تسعى إلى الانتهاء من ضخ نحو 7 مليارات و800 مليون دولار لتنشيط قطاعاتها المنهكة قبل نهاية شهر حزيران يونيو، وتوجه الحكومة المصرية جزءا من استثماراتها نحو أعمال البنية التحتية من بناء سكك حديدية، طرق، جسور، محطات لمعالجة مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب توسيع شبكة مترو الأنفاق القاهرة وإدخال تحسينات على شبكة المواصلات، إضافة إلى زيادة عدد وحدات الإسكان. كشف المراقب العام المالي في وزارة المالية السعودية يوسف بن عبد العزيز أبا الخيل عن وجود فساد إداري في بعض الجهات الحكومية يتمثل في التفريط بالمال العام عند نهاية السنة المالية. وقال أبا الخيل لصحيفة الرياض السعودية إن الكثير من الجهات الحكومية تلجأ إلى صرف المبالغ المتبقية في ميزانيتها رغم أنها ليست بحاجة إلى ما يتم تأمينه، مبينا أن ذلك يرجع إلى خوف الجهات الحكومية من تقليل المخصصات المالية لها، اعتقادا منها بأن عدم صرف كامل الميزانية مؤشر إلى عدم الحاجة لكامل المبلغ. مرة جديدة نجح النواب الأمريكيون بتأجيل الخلاف، فقد توصل الجمهوريون والديمقراطيون في الكونغرس إلى اتفاق حول الميزانية لمنع تعطيل عمل الحكومة. الاتفاق مدته عامان وهدفه تفادي إيقاف عمل المؤسسات الحكومية في 15 من كانون الثاني يناير وتحديد مستويات أنفاق الحكومة الاتحادية حتى بداية تشرين الأول أكتوبر من عام 2015.
الاتفاق سيخفض العجز إلى 23 مليار دولار ويخفض الإنفاق بطريقة ذكية. يسعدني أننا سنتفادى زيادة الضرائب وسنبقى في حدود سقف الميزانية، وفضلا عن ذلك سنحقق بعض الخفض لعجز الميزانية. الاتفاق الذي جرى التوصل إليه يحرص على ألا نعاني سيناريو شلل حكومي في كانون الثاني يناير أو في تشرين الأول أكتوبر المقبل، وألا ننتقل من أزمة إلى أخرى. أخبار الاقتصاد في الثالثة انتهت، نلتقي عند الخامسة مع أخبار اقتصادية لسوريا والعراق. عودة لك علا. شكرا لك عبد الله. الزربية القيروانية سجاد شاهد على عراقة تونس وحضارتها، جذبت السياح بأشكالها الهندسية وألوانها الجذابة، وتصنف الأرقى في شمال إفريقيا لمتانتها ودقة صناعتها وتاريخها. القيروان مهد حضارة الأغالبة، مدينة شاهدة على أمجاد الحضارة العربية. حياكة السجاد الأصيل متأصلة في موروثها الثقافي. هنا يعود بنا السجاد القيرواني عميقا إلى تاريخ أمجاد حضارة بربرية متعمة بروح إسلامية. هذه السداية، الآلات التي يحاك عليها السجاد القيرواني أو الزربية باللهجة التونسية. عندي 25 سنة نخدم في الزربية. الزربية تكون من الصوف، سدين متاع حديد، مقص، خليلة، منير، اللي تبعها الكل تشد اليدين شهرين ثلاثة شهور، نجيبها هنا لدار الطابع، نطبعها ونهزها للربع. بعد غزل الصوف وصبغه ينسج الصوف الطبيعي أو الحرير الخالص بحاشية تتكون من أشرطة متوازية تتوزع على مساحة السجادة. أصابع حرفية تنسج أجمل اللوحات، زخارفها المتنوعة تختزل الموروث العربي والإسلامي والثقافي لتونس. زركشات توحي بانتمائها إلى سلالة السجاد الشرقي المطعم بالرموز البربرية. كنت تستوحي الأشكال هذوما من الجامع الكبير وإلى من المعمار الهندسي متاع المدينة العربية القروية، ولا حتى من الأشكال النباتية اللي يكونوا موجودين في الحديقة وكل شيء. مفروشة على الأرض أو معلقة على الجدران، ظلت الزربية القيروانية فراش مجالس الأعيان والوجهاء وفراش الضيوف المبجلين. ارتبطت برخاء المعيشة وترفها. صور من الماضي القريب تكشف عراقة صناعة الصوف التقليدية وأصالتها وبراعة الناسجات في خلق أروع الزرابي وأجملها. في جودتها تنافس السجاد الفارسي والتركي، ويقبل عليها الأجانب لجودة صنعتها وانخفاض سعرها. هنا ينسج ويحاك تاريخ تونس. الزربية التونسية موروث ثقافي وحضاري وتاريخي يعكس حضارة بلد جميل كجمال زينة زرابيه. أمن الله المنصوري، تونس، القيروان، الميادين. السلام عليكم مشاهدينا. يقص رجاء المغربي وأوكلاند سيتي اليوم شريط افتتاح كأس العالم للأندية في مدينة أغادير. البطولة ستقام للمرة الأولى في قارة أفريقيا. بطل المغرب يأمل الظهور بصورة أفضل في مشاركته الثانية بعد عام 2000. الفريق البيضاوي وتحضيرا للاستحقاق العالمي تعاقد قبل أسبوع مع المدرب التونسي فوزي البنزرتي خلفا المقال محمد فاخر. المدرب الجديد سيكون أمامه تحدي لتغيير نمط الفريق في البطولة والاستفادة من عاملي الأرض والجمهور. في المقابل يبحث بطل أوقيانيا عن الفوز الثاني في مشاركته الخامسة. أزمات نادي الاتحاد السعودي تستمر. خروج العميد من كأس ولي العهد على يد الخليج دفعت جماهير النادي إلى صب غضبها على اللاعبين. مناصرو النادي حملوا اللاعبين المسؤولية عن الحال الذي وصل إليها الفريق. مواقع التواصل الاجتماعي شهدت نشاطا ملحوظا. تعليقات مشجعي الفريق وصلت إلى حد اتهام النجوم بالتخاذل والخيانة، وطالبوا برحيل الإدارة. واعتبرت إحدى التعليقات أن عميد آسيا بات مثالا للسخرية والشماتة.
أنباء سارة لجماهير برشلونة وردت من بوينس آيرس، مفادها اقتراب الأرجنتيني ليو ميسي من العودة إلى الملاعب. آخر الفحوص الطبية كشفت أن علاج البرغوث يسير في طريقه الصحيحة، تعافى من جرح في ركبته اليسرى ولم يبقى هناك أي أثر للإصابة. أفضل لاعب في العالم 4 مرات، بات ينتظر فقط الضوء الأخضر للعودة إلى الملاعب. ويتوقع النادي الكتالوني أن يعود نجمه الأول في 3 من كانون 2 يناير المقبل قبيل مواجهة أتلتيكو مدريد في الليغا. تحطيم الأرقام القياسية لا يشغل بال كريستيانو رونالدو، كلام صدر عن البرتغالي بعدما أصبح أفضل هداف في دور المجموعات في مسابقة دوري الأبطال. نجم ريال مدريد أعلن أن هدفه هو قيادة النادي الملكي إلى إحراز الألقاب، واصفا هدفه في مرمى كوبنهاجن بالخاص بعد تحقيقه رقما قياسيا. ريال مدريد حافظ على سجله الخالي من الهزائم في تشامبيونز ليج بعد فوزه على كوبنهاجن بثنائية. بات صاحب أقوى خط هجوم في دور المجموعات حتى الآن مع 20 هدفا، وصل إلى النقطة 16 كأكثر فريق يجمع نقاط هذا الموسم. نهاية الموجز الرياضي، عودة إليك علا.